النهاردة موديل الكم الرجلان. الكم الرجلان بيخلينا نهرب من مشاكل الكم وحردته والمنحنيات والكيرف بتاعه. دي طريقة وموديل موجود في الكتاب المعهد الإيطالي. كتاب المعهد الإيطالي الباترون بورجو هنلاقيه تحت في صندوق الوصف. ده شكل الموديل وكمان الشرح بتاعه. اللي أول مرة يشوفني دي قناة أصفر فاقع وأنا نانيس. ده الباترون بتاع الخلف، هنبتدي بيه زي خطوات الكتاب. هو نزل من نقطة السد من نقطة الوسط 12 سنتي وعمل خط جديد، ده يعتبر خط نهاية البلوزة أو طول البلوزة. بعد كده هيتحرك من 3 ل4 سنتي من على حردة أو الكيرف بتاع الرقبة، وهيعمل نقطة جديدة، دي نقطة الكم الرجلين من الرقبة وبتبقى ممتدة لحد الحردة. دي النقطة الجديدة عند نقطة M، ده الخط بيبتدي من الرقبة لحد نقطة M، وهنقسم الخط ده نصين. دي الخطوات اللي هو قايلها في الكتاب. الصفحة اللي معمول عليها X دي هتضاف للكم نفسه الأساسي. تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي. من نقطة M هنزل 1 سنتي وهحاول أعمل كيرف صغير خالص زي ما انتوا شايفين، بسيط علشان الخياطة اللي ناحية الظهر متبقاش شدة، الكيرف هيخليها مرتاحة شوية. هعملها بلون تاني علشان أبقى عارفة إن اللون الأحمر ده هو اللي أنا هاخده من الباك وهحطه في الكم، هشيله من هنا وهلزقه في الكم، تمام؟ والخط المنقط ده هو ده الخط بتاع الباك الجديد اللي هيتركب المفروض فيه الجزء بتاع الكم. الخط الأحمر، الجزء الأحمر، الشكل الأحمر ده اللي بعد كده هشيله وهحطه معايا في الكم. ده الكتف ودي الرقبة، تمام؟ أنا كده خلصت الجزء بتاع الباك. الجزء بتاع الباك في الخياطة البنس هتتخيط من الظهر، وهشيل الجزء اللي في الصفحة بتاعة الكتف من فوق، ويبقى كده ده هو الجزء بتاع الباترون الباك. مفيش أي فيه مشكلة ولا فيه أي خطوط تانية زيادة. هتأكد بس من هتك على البنسة عشان تبقى باينة، وهقصقصها في الآخر كلها. هنلاقي في الكتاب في الأول هو مدي شكل الرسمة بتاعة الظهر وبتاعة الوش. بتاعة الوش واخد البنسة مفتوحة، البنسة مفتوحة لحد القصة بتاعة الرجلين، وفي الظهر عامل الايه البنسة في نص كده، النص بتاع الظهر عادي ما فيهاش مشكلة. الخط المنقط انا كده خدت الخط الاحمر او الحتة الحمراء دي انا خدتها من الباك. هسيب الخط المنقط ده، يعني لما اجي هقص من عند الخط المنقط، وانا شفيت الجزء الاحمر عشان هلزقه مع الكم، وهقص الخط الجديد من عند الخط المنقط. بعد كده هقص بقية الباك عادي. عشان كده انا شفيت الجزء بتاع صفحة الكتف، لان في نص سنتي كده بالكيرف كده ما كانش ينفع يتقص. طبعا القطعة دي هتتقص على مجوز، عشان كده هعمل فولد لاين. فولد لاين يعني القطعة دي تتقص على مجوز مفيش خياطة في النص. حطيت خلاص خطوط الباترون بتاعي وناقص بس هقص البنسة، ويبقى انا كده خلصت الجزء بتاع الباك. زي ما اخدت الجزء من صفحة الكتف في الظهر، هاخد برضو جزء من صفحة الكتف في الامام او في الفرونت. دلوقتي هحط الفرونت قدامي وبرضو هعمله بالظبط بنفس الخطوات دي، بس طبعا هراعي ان دي الخطوط بتاعة الفرونت بتبقى مختلفة شوية. بكتب الرموز الاساسية والبسيطة خالص في الباترون عشان ما انساش حاجة، ان انا هقصه كات 1، يعني هقصه مرة واحدة، وده جزء الباك، وهقصه على فولد على مجوز 12 سنتي من نقطة الوسط دي، لان دي برضو لازم تكون الطول نفس الطول بتاع الخلف، يعني هما الاثنين نفس الطول، عشان كده نزلت من عند نقطة دي 12 سنتي.
بعد كده انا هحتاج ان انا اقفل البنسة بتاعت الكتف، علشان لما ارسم خط الرجلين تبقى البنسة مقفولة ومظبوطة. كمان هنزل من عند الرقبة زي ما انتوا شايفين من 4 لـ5 سنتي، هفتح من تحت البنسة لاني كده كده هقصها اصلا زي ما هي موجودة قدامي في رسمة الكتاب، هقصها لحد القصة بتاعت الرجلين. فانا هفتح البنسة وهقفل البنسة بتاعت الكتف. لما هقفل بنسة الكتف هيبقى اللي قدام عندي، الكتف اللي قدام عندي اتقفل خلاص وبقى مظبوط، هقدر ارسم عليه الرجلين بطريقة كويسة ومفوش اي حاجة، مفوش اي مشكلة، مش زي الاول لما كانت البنسة مفتوحة. هوصل برضو لنقطة ام من الخط الرقبة الجديد لحد نقطة ام، وكمان هعمل حسابي ارسم كتف جديد بعد ما قفلت البنسة. وبعد ما هوصل بنقطة ام هعمل برضو هقسم الخط نصين واعمل نقطة ام، وبرضو انزل نص سنتي نفس الخطوات بتاعت الجزء بتاع الباك، مفيهوش اي حاجة. وهاخد الصفحة اللي فوق بالكتف هلونها برضو باللون الاحمر، وبعد كده اروح احطها في الكم. كل الخطوات اللي انا بقول عليها دي هي دي الخطوات اللي موجودة في الكتاب، مفيش اي حاجة فيها زيادة ولا اي حاجة اقل، كل اللي بقوله بس ان انا بشرح الخطوات دي بالعربي، برسمها بايدي وبتحرك بالكيرف، وبحاول ان انا دايما اخلي حركتي بالكيرف واضحه قوي حتى لو همسح حاجه او هعمل حاجه، عشان تبقى كل الحاجات اللي قدامنا الحركه نفسها بتاعت الكيرف والمسطره والقلم دي مهمه. هعمل الخط الاحمر اللي انا هاخده من الباترون الامامي، ده الخط الاحمر اللي انا هاخده، وهسيب التاني بنقط خفيف لاني برضو لما هاجي اقص هقص من عند، هشف الجزء بتاع الاحمر ده وهقصه، وهسيب الخط التاني اللي هو فوقيه كده، ده هيبقى هيتساب لانه هيتقص مع الباترون. طبعا الباترون ده كله من غير اي سنتي خياطة، يعني انا عشان اقص احطه على قماش لازم اعمل السنتي الخياطة بتاعه. تمام، هشف الجزء الاحمر عشان ابقى عارفة ان في نص سنتي عند خط الرجلين مش هاخده، دي النوتشات، النوتشات مهمة علشان هركبها بعد كده مع الكم، فتبقى كل حاجة مظبوطة في مكانها. ولاني بعد كده كمان لما هعمل القياسات بتاعتي لازم يبقى القطعة دي قد القطعة اللي هتتركب في الكم. كل ده كلام سابق لما هنوصل عنده احنا نفهمه كويس. انا قصقصت عشان ابقى كده عارفة ايه اللي انا هقصه على القماش. طبعا هعمل الفولد برضو لاين، علشان الفولد لاين ده اللي هيعرفني ان القطعة دي هتتقص على برضو مكوز، لان الرسمة اللي في الكتاب ما فيهاش في النص اي خيوط. علمت ان دي الفرونت عشان ما اتلخبطش مع القطعة التانية، والقطعة التانية هكتب عليها باك، وكمان هكتب على القطعة الخطوط بتاعتها، يعني دي مثلا الارم هول، يعني الجزء بتاع حردة الكم، وهنا برضو ارم هول لان الجزء اللي فوق ده الجزء بتاع الرقبة، يعني انا بحط الخطوط بكتب على الخطوط بتاعتي كل حاجة بتاعت ايه عشان بعد كده لما اركبها ما اتلخبطش. هجيب بقى القطع بتاعت الخلف هركبها قدام الخلف، يعني همشي بالحردة بالظبط بتاعت الكم، همشي بيها على القطع اللي هنركبها. هو في الكتاب بعد من النص 2 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، بعد من النص 2 سنتي وحط القطع بتاعته وهيعمل شوية وسع، علشان كده لما هاجي اركب عليه الامام هحتاج برضو ازود شوية في القطع بتاعتي. هنشوف دلوقتي الخطوات، حط الدبوس عشان لحد بس ما اظبط مكان القطع بتاعتي، وبعد كده هلزقها باللزق بتاعي. دي القطع بتاعت الامام، المفروض برضو الارم هول هيركب عند الارم هول برضو، يعني اللي هو الحردة بتاعت اللي قدام هتركب مع الحردة بتاعت الكم، تمام، والحردة بتاعت الخلف هتركب مع الحردة بتاعت الكم الخلف.
وهسيب 2 سنتي من النص في الايه في الكم من الناحيتين. دي خطوات الكتاب. تمام، اتأكدت ان كل حاجة في مكانها، هبدأ بقى احط اللزق بتاعي وهكمل خطوات الكتاب. في خطوات الكتاب، الباك، خط الباك بتاع الكتف هو وداه او وسعه، طلع بيه بره من 1.5 لـ2 سنتي. انا هطلع بنفس الطريقة برضو على نفس الحردة بتاعت الكم، 2 سنتي من 1.5 لـ2 سنتي، انا هطلع 1.5، وهطلع برضو من عند الرقبة 1.5 على نفس الحردة بتاعت الرقبة. يعني هعمل حردة رقبة كده جديدة، همشي بحردة الرقبة واطلع 1.5، وهرسم خط كتف جديد. تمام، مفيش حاجة، يعني مفيش قانون او رولز معينة بتخليني لما اركب الحردة بتاعت الصفحة، يعني الحردة بتاعت الباك والأمام اللي هو الفرونت بتاع الباترون، لما جيت ركبتها على الكم الأساسي، مفيش طريقة معينة بتخليني أركب الحردة دي. علشان كده بعد ما بخلص الباترون بتاع الكم، لازم أتأكد إن المقاسات مظبوطة. يعني إيه المقاسات مظبوطة؟ يعني أنا ماشية دلوقتي كده بعمل الحردة بظبطها، يعني دي الحردات ودي المنحنيات اللي هتركب في الجزء بتاع الامام. تمام، فانا لازم اتاكد ان كل حاجه هتركب قد بعض، ما يبقاش فيه جزء كبير وجزء صغير. يعني الكتفين لما يركبوا يبقوا قد بعض، لما الجزء بتاع الرجلين نفسه، القصه بتاعت الرجلين لما تركب مع الكورساج او الجزء الاساسي بتاع الجسم، تبقى قد الكم. فلما هخلص وهقيس، هلاقي ان الجزء بتاع اللي قدام اقل بـ2 سنتي تقريبا. عشان كده هعوز اكبر او اكتر الجزء بتاع الرقبة. انا بقول لكم بس كده في الاول ليه؟ لاني هعمل دلوقتي الخطوات دي، وعايزاكم تركزوا فيها وتبقوا عارفين انا بعمل ايه من قبل ما اعملها. يعني مفيش اي قانون هيقولي لازم لما اعمل الحردة تبقى بعيدة عن الكم بسنتي او بـ2 سنتي، لا مفيش حاجة كده. انا دلوقتي بعمل منحنيات زي ما عيني شايفاها، حتى هي اقرب حاجة للكتاب، وممكن تبقى اقرب من كده للكتاب، وممكن تبقى عادي بعيد، يعني الرسمة تبقى شكلها بعيد خالص عن الكتاب. هي الفكرة ان انا باخد القطع دي من الباترون وبركبها على الكم، وبعمل طبعا حردات جديدة او منحنيات جديدة. فانا دلوقتي هقص الحاجات اللي هو قصصها في الكتاب، يعني هو قص من النص كده بالظبط، تمام، وخد القطعتين دول الباك والفرونت، والمفروض انهم هيركبوا مع الكورساج الاساسي، وهقيس. هقيس بقى يعني اللي فيها نوتش دي هتركب مع الكورساج بتاع الفرونت، المفروض تبقى قده بالظبط. اشوف هتطلع قده ولا لا، عشان لو مطلعتش قده انا محتاجة اكبر او اصغر الاجزاء اللي موجودة في الكم دي. دلوقتي بقيسها، هحط النوتش عندها بالظبط، وهقيس والرقبة فوق، هلاقي ان في فرق كبير. الفرق ده تقريبا 2.5 سنتي او 2 سنتي، عادي جدا مفيش مشكلة. دي بتبقى فروقات نتيجة التركيب ونتيجة المنحنيات الجديدة، عادي مش مشكلة. انا هركب من فوق، لان من فوق خط مستقيم، يعني ناحية الرقبة خط مستقيم، فانا هركب الاسهل والاحسن ان اركب من ناحية الخط المستقيم، وهحط الحردة مكانها زي ما انا حاطة كده، وهقوم عاملة نوتش جديد وحط نهاية رقبة جديدة، بحيث ان انا اوسع الجزء ده او اطوله شوي، وارسم رقبة جديدة تركب مع الرقبة بتاعة الكورساج بتاعة اللي قدام.
الحتة لو صعبة نعيدها تاني ونبص عليها تاني ونشوف الخطوات تاني. دايما لما باجي أرسم أي كورساج أو أي بطرون لازم في الآخر لما أخلص أعمل تشيك على كل الأطوال اللي عندي والمنحنيات، أتأكد إن كل حاجة بتركب مع بعض. حتى هنا أنا لما جيت ركبت الجزء اللي قدام مع الكتف لقيت إن برضو في فرق، علشان كده هثبت من عند راس الكم زي ما انتوا شايفين قدامي بالظبط، وهطول شوية برضو الجزء بتاع الكتف بتاع الأمام، وهرسم رقبة جديدة مظبوطة خالص ما فيهاش أي حاجة. شوفوا بقت ناعمة، شكل الرقبة ناعم ماشي مع بعضه، مفيش أي منحنى مش مظبوط، وراس الكم هنا مع بعضه. بعد كده هقص القطعة اللي انا ركبتها. بصوا زي ما انتوا شايفين انا هعملها بالاحمر كده عشان تبقى باينة، ولما هاجي اقيس هلاقي ان كل حاجة مظبوطة وقد بعضها، وهعمل نوتش جديد للايه للقطعة الجديدة عشان ما تلخبطش مع النوتش الاولاني، فعشان كده هعمل نوتشين. النوتش القديم هسيبه زي ما هو، وهعمل كمان نوتش جديد، واتأكد ان الجزء بتاع الكم لما هيركب هيبقى قد الفرونت بالظبط وقد الباك. انا استفدت برضو من هنا اني لازم لما اخلص القطع بتاعة البطرون اقيس القطع اللي هتركب مع بعضها. كده البطرون خلص. لو في اي حاجة مش واضحة مش مفهومة سيبوها لي تحت في الكومنت، وان شاء الله هقولها تاني، ممكن بشكل تاني وممكن كمان فيديو تاني، وهجاوب على اي سؤال مهما كان. تنسوش السبسكرايب واللايك للقناة. مع السلامة.